مرحبا، كيفكن؟ اليوم حلقتنا متميزة شوي. كيف يعني متميزة شوي؟ عن السب بالسوشيال ميديا. نعم نعم، السب في صفحات كتير بتلاقيها على الصور أو على الأخبار، على الرياضة، على رجال الدين، على أي شيء بتلاقي سب وشتم. طيب هي الظاهرة منتشرة بمجتمعاتنا العربية فقط ولا بغير مجتمعات؟ حاولت أقدر وأعرف هذا الشيء، فبحثت بالسويد، حبيت أعرف إنه سألت ناس، سألت مخرجة سويدية شو رأيك باللي بسب بالكومنت أو بسب شغلة ما حبها، سبها أو شتمها، فشوفوا ردة فعلها. سيلين، if you see some post in social media, like for example Facebook, Twitter, Instagram, and you don't like it, what you do? Well, I think that the person is such a coward. If you want to say something bad about someone, you talk straight. So yeah. I unfollow the person, and I just, I mean, I don't want to listen to people who say stupid things. Did you sometimes write for comment like something bad for person or something like that? No, never. Just when you see something and you don't like it, only you leave the person. Yeah, because that's a stupid person doing like that. That's true. Thank you very much. ببساطة قالت لي أنا إذا ما حبيت الفيديو بغادره. طريقة كتير حلوة. طب ليش بس بمجتمعاتنا العربية بتلاقوا شيء؟ انت لو تعرف انت ان كنت مؤمن او كنت مسلم او كنت مسيحي او كنت شو ما كنت تكون، ان السب والشتم حرام. ممكن تسمع المعلومة لأول مرة فقط، بس اذا بحثت بجوجل ما حكم السباب او الشتم في الأديان، فرح تلاقي احاديث طويلة ومواضيع طويلة عم تناقش الموضوع هذا. السب والشتم هو ما بس هالموضوع اللي انا اسب وغادر، بس بالقرآن رح سمعكم من استاذ عصام حمد المحو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ببساطة كلمات متناسقة جدا. يا أخي معظم الناس، معظم الصفحات عم تواجه مشكلة أنه هي السب والشتم بالسوشيال ميديا، إن كان مني أو إن كان جر. أنا من ناحيتي وجر ما تفكر أو ما حدا يفكر أنه هذا رح يأثر علي. لا، أول شيء لما يصير السب أو الشتم بالأم أو بالأخت أو بالأب أو بمين أو بالدين أو بمين كان، أنا ما بعرف شو إحساس الإنسان لما هو يشتم. في عندي خربطة بالسين والشين لما يشتم أو يسب. ما حسيت شعوره هذا، وما بدي ولا مرة أحس شعوره. أول شيء كل إنسان بدل على ثقافته وحضارته وتربيته، خاصة وتربية دينه وتربية أهله، بأي كلمة بيكتبه لو كان عن السوشيال ميديا. فيما قيل عن السوشيال ميديا كلمة صغيرة، أنه بالفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام أو يوتيوب أو غيره تختفي الوجوه وتبقى الأخلاق. راح وجهك، اختفى وجهك واسمك عادي أمير الظلام ولا مين مكان، وعم تسب وتشتم ونصهون. مو العبرة أنه أنا أشتم ما حدا شايفني وأنا أسب ما حدا شايفني وأنا لا أبدا. ما كل إنسان عم يدل عن أخلاقه وتربيته. أنا بتمنى كتير أنه نرتقي بهالأسلوب ونصير أرقى بهذا الشيء. لما أنا ما أحب إنسان فيني ما أتابعه، أو فيني أعمل أنفولو لوين ما كان، إن كان أخبار ولا سياسة ولا نيوز ولا دين ولا شو ما كان يكون. ليش لحتى أسب وأخذ إثم علي وأحمل حالي سيئات وضغوطات وأكون متوتر داخليا؟ أنا ما أحب أسب وكذا. ليش؟ بالعكس بالعكس، خليك إنسان لطيف وغادر الأمور بمحبة وبكل تسامح. ما حبيت الإنسان أو إذا كنت بتحبه أو تغير في شيء، فينك تعطيه نصيحة تنصحه، يمكن بنصيحتك فعلا يتغير. بس بسبك أو شتمك عارف تماما أنه ما رح يتغير الإنسان ورح يظل متمول. فأخواتي، أنا حبيت ناقش الأمور معكم، وأنا بعرف في نسبة كتير ناس بتتفهم الموضوع وكابي كتير وبيفهموا القصة. فهذا كان موضوعنا لليوم، كنت كتير ناوي أنه أشرح لكم عنه وأنه أعرف ليش. فبتمنى منكم بالكومنت اللي عنده فكرة أنه يعرف يوصلنا الفكرة بشكل أكبر، أنه ليش هالعالم عم تسب أو تشتم، يا ريت يكتب لنا إياها. تحياتي لكم وأشوفكم على خير، فلنرتقي.